بدأ مجلس جامعة الدول العربية قبل قليل اجتماعاً طارئاً على المستوى الوزاري لبحث الاعتداء الإيراني على حرمة السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد. وقد عقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، حيث يركز على إدانة الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية وبحث التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية. وكانت الجامعة العربية قد أدانت الاعتداء الذي تعرضت له سفارة السعودية في إيران، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية. وأكد الأمين العام على ضرورة احترام إيران لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، حيث من حق الدول الحفاظ على أمن مواطنيها والسلم الأهلي ووحدة نسيجها الاجتماعي. وللحديث أكثر حول الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من القاهرة شكري عبد الحميد. مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير وأهلا بكم. بداية شكري، لو تطلعنا على آخر مستجدات هذا الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب. في الحقيقة هذا الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يجيء بناء على طلب المملكة العربية السعودية في ضوء الانتهاكات الإيرانية بعد الاعتداءات على السفارة والقنصلية في طهران ومشهد، وبالتالي يعود هذا الاجتماع إلى أهمية كبيرة كونه يؤكد تضامن الدول العربية كافة مع المملكة العربية السعودية، ويدين كافة الانتهاكات والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. الاجتماع بدأ منذ قليل وقد تأخر نظرا لاجتماع قبله للجنة الوزارية لحماية المدنيين الفلسطينيين المشكلة من مصر والمغرب والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية وبالطبع فلسطين، قبل زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية غدا إلى نيويورك والالتقاء بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري لعرض مقترحات الدول العربية بشأن هذا الموضوع. وبالتالي فهذا الاجتماع الطارئ الذي بدأ منذ قليل سوف يؤكد تماما على تضامن الدول العربية مع المملكة العربية السعودية، وأيضا مع كافة الدول العربية التي تتدخل إيران في شؤونها خاصة مملكة البحرين. نعم شكري، ما هي الدول العربية المشاركة في هذا الاجتماع؟ حقيقة هي عدد كبير من الدول العربية، يعني كافة الدول العربية، يأتي أيضا مع مشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية العرب ليؤكدوا هذا التضامن العربي مع المملكة العربية السعودية. سوف يؤكد البيان الختامي على هذا المضمون، ويؤكدون أيضا على أن لابد من إيران أن تحترم سيادة الدول العربية وأيضا منشآت كافة الدول العربية داخل إيران. يؤكدون أيضا أن المملكة العربية السعودية لم تقف وحدها، يؤكدون أيضا أن مملكة البحرين لم تقف وحدها، وأيضا كافة الدول العربية لم تقف وحدها، يؤكدون أن التضامن العربي هو اللحمة الأساسية من أجل أن يكونوا دائما في وجه ما يمكن أن تسول له نفسه ليتدخل في الشؤون العربية خاصة في الآونة الأخيرة. نعم شكري مراسلنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.